صحيح. لبيب كلمة على فيرون، كلمة على فيرون تجديد تونس احتفظت بالدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية في نهاية الأسبوع الفارط. عندنا خديجة الكريمة نور الهدى طيب القارب الوحيد اللي تأهل للألعاب الأولمبية، مازال محمد الطيب عنده إمكانية التدارك إن شاء الله في سويسرا صعيبة شوية في شهر ماي، عندنا قارب تأهل. وفي البطولة الأفريقية اللي تم إسدال الستار عليها البارح، مصر فازت على تونس، عندها 8 ميداليات ذهبية، 6 لتونس، يعني قلبت الطرح في آخر لحظة وافتكت من البطولة الأفريقية، وهذا أكد تراجع الرياضة التونسية في السنوات